طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وتقبل الله صيامكم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول سيطرة الميليشيات على مناطق زراعية وأحواض سمكية في منطقتي ذراع دجلة والثرثار في محافظة الأنبار، حيث قال مرصد أفاد الحقوقي بأن ميليشيات تابعة للحشد تسيطر على مناطق زراعية وأحواض سمكية في منطقتي ذراع دجلة والثرثار شمالي غربي بغداد، وتمنع أهالي أهلها من العودة إليها منذ 5 سنوات. نقل المرصد عن المسؤول رفيع في ديوان محافظة الأنبار قوله بأن عناصر من الميليشيات استخدموا قسم من عوائلهم واستوطنوا في تلك المناطق بدلا من سكانها أو عن سكانها الأصليين، فضلا عن ممارسة أنشطة تجارية من بينها تشغيل واستصلاح مزارع منتجة للأسماك في الثرثار. اعتبر المرصد عمليات الطرد والإحلال التي تجري في مناطق بين الفلوجة والسمراء محاولة جديدة للتغيير الديموغرافي، وينطوي على مخاطر كبيرة ذات دوافع طائفية في هذه المنطقة وتلاعب بجغرافية المجتمع العراقي، عدا عن الأضرار الإنسانية والأخلاقية والانتهاكات للقانون والدستور لتصرفات تلك الميليشيات. دعونا نتابع مقتطفات من بيان مرصد آفاد الحقوقي حول سيطرة الميليشيات على منطقتي ذراع دجلة والثرثار في محافظة الأنبار، مثل ما راح نشوف على الشاشة صور البيان ونتابع بعض فقراته. يعني جاء في البيان بأنه للعام الخامس على التوالي تواصل فصائل مسلحة عملية انتشارها في أجزاء واسعة من مناطق ذراع دجلة والثرثار ضمن الحدود الإدارية بين مدينتي الفلوجة بمحافظة الأنبار ومدينة السامراء ضمن محافظة صلاح الدين، إذ تسيطر على عدد كبير من المنازل والمزارع وتعرقل عودة السكان إلى مناطقها والاستقرار فيها. أبلغ مسؤول رفيع في ديوان محافظة الأنبار مرصد آفاد بأن عناصر من فصائل مسلحة استقدموا قسما من عوائلهم واستوطنوا في تلك المناطق بدلا عن سكانها الأصليين، وأضاف بأن مناطق تمتد من أبو زديرة والشيحة التابعة للأنبار وتنتهي عند الثرثار مرورا بالطريق الجانبي المتجه إلى نظم الثرثار وتفرع ذراع دجلة، حيث تقع عدد من القرى تجري فيها عمليات إحلال غير قانونية، إذ ما تزال تلك المناطق تشهد في أجزاء واسعة منها عمليات إقصاء لسكانها الأصليين بدون وجه حق أو مسوغ قانوني أو أمني، ويمارس أفراد تلك الجماعات المسلحة التي تنضوي ضمن الحشد الشعبي أنشطة مختلفة من بينها استخدامهم قسما من أسرهم وإسكانهم في مناطق المواطنين. طبعا المسؤول أكد لمرصد آفاد بأنه بعد تقصي المعلومات يتبين بأن الأسر التي استوطنت في المنطقة من محافظات مختلفة، ويظهر بأنهم من سكان العشوائيات في تلك المناطق التي قدموا منها، ويعمل أبنائهم ضمن الفصائل المسلحة، كاشفا عن أن أبرز الفصائل المسلحة التي تنتشر في تلك المناطق هي فرقة الإمام علي، وتقوم بمسك المناطق الملاصقة لناحية الصقلاوية من جهة الأنبار ومنطقة ذراع دجلة باتجاه الثرثار، وتنتشر قوات تطلق على نفسها فرقة الإمام المنتظر، إضافة إلى كتائب سيد الشهداء، بينما تنتشر عناصر فصيل بدر المسلح بالجزء الغربي الممتد بين أبو زديرة التابعة للأنبار مرورا بالمنطقة الواقعة خلف المعهد الفني وحتى بحيرة الثرثار التي تتشارك مع فصيل سرايا السلام في الانتشار بالمنطقة ذاتها، وشدد على أن أجزاء واسعة من هذه المناطق التي تضم المنازل المسكونة وحقول الدواجن والمزارع وغيرها لا يسمح بدخولها إلا في حال وصول نداء عبر أجهزة الاتصال الخاصة بهم من مراجعهم العليا باسم الشخص وسبب دخوله حتى توافق له على الدخول، وهذا الأمر يشمل حتى المسؤولين المحليين ومن بينهم اللجان الوزارية العاملة في دائرة الري والسدود أو لجان التعويضات وتقييم الأضرار بالمنطقة، لكن قوت الجيش وتحديدا الفرقة الثالثة لواء 24 والفرقة السادسة لواء 22 التي تتواجد لها عدة قواعد ومرابطات في المنطقة
تدخل وليس مثل ما يحدث في مناطق أخرى كبلدة جرف الصخر والعوجة والعويسات التي يمنع حتى دخول القوات العراقية إليها من قبل تلك الفصائل. مرصد آفاد أضاف في البيان بأنه حصل على إفادات من قبل مواطنين هناك، من ضمنهم محمود فرج عمره 63 سنة يسكن حاليا في بلدة الصقلاوية شمالية الفلوجة، يقول بأنه نجح نهاية يناير الماضي في الدخول إلى المنطقة حيث يقع منزله في جرية أبو محمد، واكتشف بأن عناصر تتبع فصيل فرقة المنتظر يتخذونه مقرا عسكريا لهم، وشاهد في باحة منزله ملابس عسكرية وسيارة جيب عسكرية أيضا تحمل لوحات هيئة الحشد. أضاف في إفادته بأن منازل أخرى في المنطقة لأبناء عمه كانت تتواجد فيها عائلات ليست من المنطقة، فيها نساء وأطفال، وتبين بأن قسما من أفراد الفصيل المسلح استقدموا أسرهم وأسكنوهم ويستغلون مزارع وحقول دواجن العمل فيها فضلا عن صيد الأسماك. أكد أبو ضياء بأن من سكان طبعا قرية على طريق النباعي وتتبع ذراع دجلة، وطلب عدم الإصرار عن هويته كونه يسكن في منطقة الجبيرية الرابعة التابعة لمدينة السمراء، بأن منزله في الثرثار تسكن فيها عائلة أخرى تبين بأنها زوجة ثانية لأحد قيادات الفصائل المسلحة استخدمها قبل أكثر من عامين، وتم اعتبار منزله على أنه من عائلات داعش رغم أنه لا يملك سوى 3 بنات وإحداهن معيدة جامعية في بغداد وهو رجل متقاعد. أضاف أبو ضياء بأن عمليات نقل عناصر الميليشيات لعائلاتهم مستمرة في تلك المناطق ومعهم مواشي، وبدأوا باستغلال أملاكهم وأراضيهم، وبسبب ذلك باتت تجارة سوق السمك بسمراء وبغداد خاضعة لفصائل مسلحة بعد سيطرتهم على مزارع تكثير وتربية الأسماك في الثرثار. واعتبر مرصد آفاد عمليات الطرد والإحلال التي تجري في مناطق بين الفلوجة والسامراء محاولة جديدة للتغيير الديمغرافي، وينطوي على مخاطر كبيرة ذات دوافع طائفية في هذه المنطقة وتلاعب بجغرافية المجتمع العراقي، عدا عن الأضرار الإنسانية والأخلاقية والانتهاكات للقانون والدستور لتصرفات تلك الميليشيات. وحمل المرصد حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المسؤولية الكاملة عما يجري في ذراع دجلة والثرثار، ويحذر من أن تتحول إلى جرف صخر ثانية خارج عن سيطرة الدولة، وطالب بإعادة سكان تلك المناطق ووقف مشاريع لا تخدم العراق ولا أهله، كما وطالب المرصد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق والبرلمان بممارسة دوره بشكل شفاف وصريح والانحياز للمواطنين النازحين بغية إعادتهم لمناطقهم. قضية أخرى ومنذ 5 سنوات مستمرة في مناطق ذراع دجلة والثرثار تسيطر عليها الميليشيات، الجماعة يعني مورد ويدور عليهم ملايين دنانير لأسماك وكذلك مناطق زراعية. خلونا هسا نتابع تقرير كذلك لمرصد آفاد حول الأسباب لسيطرة الميليشيات على مناطق ذراع دجلة ومنطقة الثرثار. نتابع هذا التقرير ونرجع لكم.
نعم، معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أهلا بك أبو عمر، والله يتقبل صيامكم وطاعاتكم. أبو عمر، للعام الخامس هاي المنطقتين في الأنبار ذراع دجلة والثرثار مسيطر عليها من قبل الميليشيات والجماعة، سووها مناطق لتنمية تجارتهم وأموالهم، منها أحواض السمكية ومناطق زراعية، وكذلك أخذ أتاوات من الناس، والناس أهالي تلك المناطق ما يقدر يرجعون. زين، ذولا تابعين إلى تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة، إلى متى نبقى مع هذا المسلسل، مسلسل التغيير الديموغرافي أو مسلسل عدم عودة الناس إلى مناطقها؟ تحياتي لك أستاذ عمر ولقناة الرافدين البطلة ولجميع مشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك، الله يسلمك. يعني أستاذ عمر، من 2003 وسلطة هاي حكومات المتعاقبة، أي سلطة الأحزاب، لم تكتفي على الشعب العراقي باللي سوته بالطائفية وبالمفخخات وحرمت يعني عزمة يكون للشعب العراقي أنه هو استرداد الوطن من هذه الميليشيات، وكيف يعني جاي تقمع بشبابنا وناسنا وأهلنا. هي أستاذ سلطة الأحزاب، هاي الميليشيات ما يهمها الشعب العراقي، يعني دليل على الشعب يعني يشوفون قبل ما أدخل الموضوع أستاذ، يشوفون قتل المظاهرين وقتل الشعب العراقي، كل من يطالب بحقه. فهي متواصلة دائما هاي السنين من قبل إيران ومن قبل أوامر إيران، فهم هاي الجيوش الإلكترونية اللي جاي تقدم اللي لإيران وما يعني اللي جاي تأذي الشعب العراقي بالتهجير والمناطق اللي أهلنا وناسنا بأحزاب بغداد في الطامية أو في اللجة أو في جرف الصخام. هذه أمور متعمدة على إضعاف أهلنا وناسنا من قبل هذه الميليشيات، لأنه والسبب لن يكون لها رادع لهذه الميليشيات بكف التهجير وكف الاعتقالات واخذ أموالهم وسيطرة المناطق اللي قاعد يسيطرون بها اللي يسوون يعني مناطق تجارية لهم، أو سواء أحواض أسماك سواء أو يجيبون ناس يعني من أحزابهم الفاسدة وسكنت هذه المناطق وتهجير الناس الأصليين اللي صاروا سنين عايشين بهاي المناطق الأراضي الزراعية واللي قاعدين مثل مليون أهلة يعني عايشة فيها، يعني ما شافت من الحكومة أي شيء أبطت لهم، بس شافت من عندهم الأذية بالرغم هم قاعدين ناس شاكين ويعني ما عندهم أي يعني مثل ما يقولون تعدي على هاي الحكومة أو سلطة الأحزاب، هم المتعدين على ناسنا وأهلنا. شلون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل فترة طالب بحوار وطني وأهل العراق ما يقدرون يرجعون لمناطقهم، ومن ضمنها هاي المناطق ذراع دجلة والثرثار ومسيطر عليها، يعني حتى يعني بحسب تقرير المرصد، مرصد آفاد، بأنه جابوا بعضهم، جابوا عوائلهم وقعدوا بذيك المنطقة، صار لهم 5 سنوات مستقرين بها قاعدين. أي أستاذ عمر، بالنسبة حكومة الكاظمي أو أي حكومة يعني هذه تعلن هذه الإعلانات مالتها وهاي أقاويلها الكاذبة، يعني كافي يعني عيب على الكاظمي أو أي رئيس وزراء يتكلم بهذا الموضوع، يعني خلي يشوف بعينه أهلنا وناس اللي قاعد الإعلام اللي التلفزيون مالتهم اللي كل شيء ماكو بس قضينا على داعش وقضينا وسوينا، بيشوف الناس اللي متبهدلة والناس اللي صاروا مسنين اللي هاجر في الصخر بيها الحارس الثوري الإيراني وحزب الله اللي قاعد مسيطرة، شنو ذنب هاي العوائل اللي قاعدة تروح العراقيين من قبل هاي سلطة الأعزام وهاي الإعلانات اللي قاعد يعلنون بها كلها كاذبة. هاي احنا يشوفون متهجولين، التهجير الصاير عندنا، ولدنا بالسجون مليانه، ماكو اي عفو للسجناء، جايين بيعتقلوهم، جايين بياخذون اراضيهم، بياخذون اموالهم بدون اي يعني مذكره لا قضائيه ولا عندهم اي شيء، هاي كلها اعمار باطله لانه ماكو لهم اي رادع، لانه هاي جاي ياذون شعبنا وناسنا واهلنا يعني في كافه المناطق واستضعافهم، يعني احنا ما مسوين لهم فتشي، لشنو هالأذية؟ لأن لو كانت اكو دولة عندنا ودولة حقانية وتحب شعبها، لما يوصل هذي الجرم على شعبنا وناسنا واهلنا؟ الدولة ماكو عندنا دولة، سلطة احزابه من اجتياح تقودها من حرس الثوري وباقي الاحزاب يعني اللي جاي تأمر على شعبنا،
هاي الجيوش الالكترونيه يعني تدمر اهلنا وناسنا في كل مناطق العراق، سواء حزام بغداد او في الناصريه او في البصره، كافه مناطقنا جايه تأدي، ما هم المواطن العراقي، ما هم سواء بس هي اللي جاي تريح نفسها على مثل شلون بنقول على دماء على شعب العراق اللي يتواصل على دمائنا. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. طبعا من تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع أطلق وسم ذراع دجلة والثرثار، خلونا نتابع بعضا من تفاعل الجمهور ومنهم من أهالي تلك المنطقة. يعني في إحدى التغريدات أحدهم قال أو التعليقات قال: أنا سابقا من سكنة منطقة ذراع دجلة، تحديدا قرب جسر 28 نيسان، والمتحكم والمسيطر أمنيا وإداريا في قضاء القرمة هو أبو زينب مثل ما سماه مسؤول أمن واستخبارات لواء مالك الأشتر 27، وهو يفرض كما يقول ما يريد حتى على القائم مقام أحمد المخلف، حيث أن تلك المنطقة توفر له سيولة مالية كبيرة، فعلى كل سيارة كبيرة تعبر إلى معامل الحصو يجب دفع مبلغ من 10 إلى 25 ألف دينار، وفي اليوم الواحد تعبر ما يقارب 200 سيارة، ناهيك عن تجارة الأسماك وفرض أتاوات على أصحاب البحيرات هناك، فضلا عن اختراقهم لأحد أنابيب النفط واستخدامها لأغراض شخصية وبيع النفط في السوق السوداء وغيرها الكثير. معنا اتصال صباح من بغداد. صباح، رأيك حول هذا الموضوع، موضوع 5 سنوات في هذه المناطق، منطقتي ذراع دجلة والثرثار، أهاليتها ما يقدرون، أهلهم ما يقدرون يرجعون إلى مناطقهم، ومسيطر عليها من قبل الميليشيات، تحولت هذه المناطق إلى منفذ وإلى دخل يدر عليهم يعني أموال طائلة، منها أحواض الأسماك، منها الزراعة، منها أخذ أتاوات وفرض أتاوات على الناس من سيارات الحمل. تفضل أخي صباح. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا الموضوع، هذا مشروع يعني قائم من أكثر من هاي الخمس سنوات. لا. طبعاً وشفناه إحنا بجرف الصخر وعلى سهل نينوى وفي ديالة وفي حزام بغداد، والآن يعني ذراع دجلة والثرثار وغير هاي المناطق كلها. يعني الغاية معروفة، هو التغيير الديمغرافي لهاي المناطق كلها، تهجير أهلها. يعني هسه هيئة الحشد ورئيس الوزراء هم اللي جاي يسوون هالشيء هذا، بعلم رئيس الوزراء وبعلم الأجهزة الأمنية وبعلم وزير الدفاع والداخلية وبعلم مع الأسف السياسيين السنة وبعلم محافظ الأنبار اللي قاضيها يشتري لي بس بيت بصف مجاور إلى 11 مليار دينار. يعني مين لهاي الأموال؟ ليش ما يحجون بهاي المواضيع المهمة والمواضيع اللي تم تهجير أهلنا بيها؟ كلها تهجرت العالم، اللي أولادهم بالسجون تم اعتقالهم على ايد الجيش الموجود هناك من الفرقه الثالثه والفرقه السادسه الالويه الموجوده هناك لها، ومشتركين الكل بالعمليه سواء كانوا حشد او ميليشيات ولائيه او وزاره الدفاع. يعني وزير الدفاع مو محسوب للمنصب هذا للسنه؟ شلون تلقمع كل الاهالي والقرى الموجوده في ذراع دجله ومنطقه حيويه ومنطقه تعتبر اقتصاديه، تقدر تضخ البغداد من زراعه، من ثروه حيوانيه سمكيه غيرها، لكن هاي مقصوده، تم تهجير اهلهم بحجه 4 ارهاب. كل ذول القرى والناس الابرياء كلهم ذول ارهابيه ومنطوين مع زمر داعش الارهابيه؟ بالطبع لا، لكن تم تهجيرهم لان مناطق سنيه وعندهم غايه هي غايه مشروع الفارسي بالمنطقه ومكاسب المكاتب الاقتصاديه ومكاسب ماليه لهم، بعلم كل الموجودين بالعملية السياسية أن ذراع دجلة هي صاير بي، ومع الأسف على كل قي مقام القرمة وقي مقام الفلوجة ومدير ناحية الصقلاوية ومحافظ الأنبار أنهم ما جاي يطالبون، ما يطلعون بالإعلام ويطالبون بهذا الموضوع، حل هذا الملف يقول لك الوزارة الدفاع عنا، فيكون لازم وزير الدفاع يعني يروح يستلم كل هالمناطق ويسلمها للجيش في سبيل تنسحب هاي سرايا السلام وبدر وغير هاي الألوية والكتائب اللي ما انزل بيها من سلطان. هم تابعين تحت مظلة الحشد، وهذه تابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة اللي هو شخص مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، وهو يريد يسوي حوار وطني. ما تدري أنت الحوار الوطني دائما تتكرر هذه العبارة قبل الانتخابات، يجمعون السياسيين الكتل السياسية زعماء الكتل السياسية، الحوار الوطني يكون بإرجاع الثقة لدى المواطن. إذا المواطن مهجر ونازح منذ سنوات، شلون يصير حوار وطني؟
دكتور عمر، احنا هاي المصالحه الوطنيه اللي كل رئيس وزراء قبل الانتخابات يحكي بيها، مصالحه وطنيه وحوار وطني بين منو؟ يعني بين انتم قاده الكتل والميليشيات والصدريين وسائرون والفتح والنصر وغيرها، يعني هم تتصالحون انتم بيناتكم؟ لو تشوفون اطياف الشعب كل هاي المشاكل العشائريه والنزاعات العشائرية والحزبية والغيرها، والناس اللي ما راضية على الحشد بوجوده بالمناطق السنية، المفروض غير يتصالحون مع الطرف الثاني، يتصالحون مع الناس اللي أولادهم كلهم بالسجون ويصدرون عفو عام شامل في سبيل اللي يبدون صفحة جديدة، مثل ما أخوتنا الكراد بعد 2003 طوّم صفحة القديمة وعفى الله عما سلف، وشوف بلدهم بنم الإقليم بناء حقيقي من خدمات ومنشآت وكهرباء وقانون وتطبيق القانون. أنتم كسياسيين الشيعة والسنة، مصالحة وطنية بين منو؟ بين حزب الدعوة وبين بين بين أحزاب سنية وبين كتل سنية وبين شيعية، والشعب أطيافه ممزقة. كل العراق الآن جاي يعاني من جائحة كورونا ومن الأزمة الاقتصادية ومن هذا التهجير الموجود بجرف الصخر والمشاكل الموجودة على سهل نينوى وديال القرى السنية. والله العظيم حكالي ضابط صديق بوزارة الدفاع لحد الآن كان عنده منصب كلش مرموق بأمر لواء في السعودية، يقول اجي يعني برة المالتة يرجي من دياله إلى بغداد للإسكندرية، يذب الموكب مالته ويروح السيارة خاصة لبيته، يحلف يمين يقول القرى السنية مهجورة عن بكرة أبيها على إيد العصائب وبدر، يقول ما حد يقدر يحكي، هو بالجيش، هو بوزارة الدفاع، يقول القرى السنية مهجورة عن بكرة أبيها، يقول أمشي مسافة كم كيل وتيجي قرية شيعية. إحنا مو نحكي بطائفية لكن هذا واقع حالنا، يقول حياة طبيعية بيها وما كفت شيء، يقول وراها قرية سنية يقول مهجورة محرقة البيوت مكسرة الدكاكين على الشارع، يقول يعني شفت شيء مؤلم بس ما يقدر يحكي، لين بس يحكي راح يصفون الحشد. الحشد هذا الحشد الإرهابي اللي شكله فتوى ومدعوم من قبل رئيس الوزراء ومحمي من قبل الحرس الثوري، وعدهم يعني عدهم قانون خاص بهم، لكن هذا تطهير عرق لكل المناطق، وكل المناطق والسنة حزام بغداد هسه راح تجي الطارمية وغيرها والتاجي، وكل المناطق راح تعاني من هاي الأزمة. الأزمة التهجير اللي مع الأسف على السياسيين والسنة ما حد جاي يحكي بيها. صباح من بغداد كان معنا. خلونا نقرأ بعض التغريدات تحت وسم ذراع دجلة والثرثار. الصحفي العراقي حسين دلي يقول مناطق تغيير ديموغرافي شبيهة بجرف الصخر، ميليشيات من الحشد تمنع عودة أهلها منذ 5 سنوات وتستغل حقولا بألاف الدونمات وأحواض سمكية تحصل منها على ملايين الدولارات. التهجير يقول والاستغلال عيني عينك من فصائل بدر العامر والسرايا مقتدى وسيد الشهداء وكتائب الإمام المنتظر. وكذلك من التغريدات يقول الباحث العراقي مجاهد يقول مناطق ذراع دجلة أصبحت عبارة عن غنائم العصابات للعصابات بعد استعادتها، فالسكان المحليون يشعرون بأن الحكومة استبدلت داعش بالميليشيات ولم تعالج مشاكلهم مع الإرهاب سوى بأنها استبدلت مذهبه مع إحلال واستغلال لكل خيرات ومصالح وأملاك السكان في تلك المناطق. الصحفي العراقي عثمان المختار قال ليس جرف الصخر والعوجة ويثرب والعويسات البلدات الوحيدة التي تحتلها الميليشيات، هناك مناطق أخرى كثيرة يقول ما زال أهلها مشردون داخل وطنهم بقرار ميليشياوي، ما زال أهلها مشردين داخل وطنهم بقرار ميليشياوي، بل وبعضها استوطنت من قبل تلك الميليشيات واستثمرت، ومنها ذراع دجلة والثرثار. يقول علي العراقي يقول مناطق ذراع دجلة والثرثار يقول على غرار جرف الصخر تم تحريرها من داعش وتم منع ساكنيها من العودة إليها منذ 5 سنوات، ويقول تسيطر على هذه المناطق فصائل تابعة لهيئة الحشد الشعبي. التغيير الديموغرافي لهذه المناطق مستمر بصمت حكومي وصمت أساسة الممثلين لهذه المناطق. حسنين قيس يقول فصائل بدر وسرايا السلام وسيد الشهداء والإمام المنتظر التي تسيطر على ذراع دجلة والثرثار قامت بجلب عوائل من عشوائيات المحافظات الجنوبية وأسكنتهم في المناطق الغنية بالثروة الحيوانية وخاصة بحيرات الأسماك والبساتين الكثيفة المنتشرة من سامراء. نعم. الصحفي العراقي زياد السنجري يقول
مرصد آفاد يفتح ملف جديد من استيلاء الميليشيات على مناطق ومنازل عديدة في صلاح الدين والأنبار، ويقول معلومات صادمة عن ممارسات تلك الميليشيات وصل صمت حكومي وأممي. نعم. يقول يوسف سيرجي، يقول يريدون أن تصبح ذراع دجلة والثرثار مصدر تمويل للفصائل مثل ما حصل في جرف الصخر. عياد الدليمي الصحفي العراقي يقول ذراع دجلة والثرثار جرح آخر في جسد وطن مدمى، عملية تهجير واستحلال للأرض فإلى متى؟ ميمون الباسل تقول ربما أبرز المعوقات التي يعاني منها أصحاب المزارع مزارع تربية الأسماك في ذراع دجلة والثرثار هي سيطرة واستيطان الميليشيات وعوائلهم في مناطق أبو زدير والشيحة وصولا إلى الثرثار بدلا عن العوائل الأصيلة. نعم. يا طه يقول على السلطة العراقية وقالة الميليشيات أن يفهموا ما يحصل في ذراع دجلة والثرثار والتهجير القسري بأنه يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49، ولا تسقط بالتقادم. حسين السبعاوي المحلل العراقي يقول ما يجري في منطقة ذراع دجلة هو امتداد لما يجري لمنطقة حزام بغداد، وتدخل ضمن عملية التغيير الديمغرافي الذي تتبناه الميليشيات الطائفية ذات الحسن. تقول سرايا السلام تتولى تأمين قضاء سامراء بشكل أساسي الذي يضم مرقد الإمامين العسكريين والذي تعرض لاستهداف في 2006، وطبعا لا زالت حجة حمايته تؤتي أكلها كل حين، واستخدموها لفرض السيطرة والأتاوات ومنها الصيادين من الثرثار والكثير من محاولات التغيير الديمغرافي. نعم. طبعا في سياق خرق الميليشيات للقانون، اليوم تحدث معهد واشنطن للدراسات بأن الميليشيات الموالية لإيران في العراق ما تزال تخرق القانون وتستهدف الصحفيين والمتظاهرين وتقتلهم. وأضاف المعهد بأن الميليشيات لا تحترم القانون العراقي أو حتى الأنظمة التي تحكم القوات الأمنية وموظفي الحكومة، وبيّن بأن السجون السرية التي تديرها هذه الميليشيات أصبحت مصدر قلق للنشطاء وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة. وأشار المعهد إلى أن الميليشيات تجني دخلا من مجموعة من المصادر والأنشطة التجارية غير المشروعة، كما أنها تقوم باستغلال عائدات نقاط التفتيش ومراقبة الحدود ومشاريع الابتزاز. كما طالبت قائم مقامية قضاء الموصل ميليشيات الحشد بإيقاف التجاوزات التي ترتكبها الفصائل التابعة لها من أجل استغلال أراضي الدولة والممتلكات العامة لصالحها في منطقة وادي حجر. وقال قائم مقام الموصل زهير العرجي بأن مجموعة مسلحة يرتدي عناصرها الزي العسكري تجاوزت على قطعة أرض وقامت بتحويلها إلى موقف للسيارات، وأشار إلى أن هناك وثائق أثبتت بأن المتجاوزين على أراضي الدولة في الموصل ينتمون إلى اللواء 50 التابع لميليشيا الحشد. معنا اتصال أبو محمد من السماوة. مرحبا بك أبو محمد. أبو محمد، 5 سنوات في منطقتي ذراع دجلة والثرثار، أهالي تلك المناطق لا يستطيعون العودة، ميليشيات هناك تسيطر على هذه المناطق، هذه المناطق غنية بالأسماك وغنية بالزراعة، تدر أموال طائلة على هذه الميليشيات المسيطرة على تلك المناطق، رأيك حول الموضوع؟ تفضل أبو محمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. في غنية عن التعليم في في العراق منذ 2003 وحتى في مناطق العراق يتعاني من دأس هذه الميليشيات الإيرانية التي تبدأ بأوامر ودي تسليح خاطرين في تخلاف العراق في مناطق الثروات. أبو محمد تسمعني؟ أبو محمد، هناك مشكلة بالاتصال مع أبو محمد من السماوة. طبعا كذلك اليوم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كشف عن وجود
سجن سري تابع كذلك للميليشيات في قرية الجعارة بقضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد. وأوضح المركز بأن السجن المذكور يعود إلى ميليشيا حزب الله الموالية لإيران، فيما نقل المركز عن شهود عيان في المنطقة تأكيدهم بأن السجن يحتجز أو يحتجز فيه العشرات من المدنيين المخفيين قصراً. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. السادة المتابعين الكرام، نعلمكم بأن موقع قناة الرافدين على الإنترنت وحسابي القناة على تويتر وإنستغرام تم تهكيرهما من قبل ذيول إيران، فالرجاء عدم التعامل معها وعدم الاستجابة لأي طلب يأتيكم من إيميل الموقع المخترق الذي هو info@arrafidain.org. والحسابات التي تم اختراقها ويجب عدم التعامل معها هي حساب تويتر، حساب انستغرام، موقع القناة على الانترنت. وكذلك يرجى من المتابعين الكرام متابعة أخبارنا ومنشوراتنا على كل من صفحة القناة على الفيسبوك وحساب القناة على تيليجرام. أهلا بكم من جديد. خلونا نروح على موضوع آخر. البارحة صارت مباراة كرة قدم في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، تحولت هاي المباراة إلى معركة استخدمت فيها أسلحة مختلفة بعد نشوب مشاجرة بين أفراد الفريقين، طبعا تسبب في سقوط قتيلين أحدهما طفلة وإصابة ثلاثة آخرين. شهود قالوا بأنه في وقت متأخر من ليلة أمس جرت مباراة، طبعا على أساس احنا عندنا إجراءات كورونا وكذا وإلى آخره، صار مباراة بين فريقين شعبيين في مدينة الصدر، وصار خلاف خلال المباراة. ليش يابا؟ لأن واحد من الفريقين سجل هدف وصارت عركة بالأيادي، وبعدين اتطورت الشغلة وصارت إلى جلب أقارب الفريقين الأسلحة، وبدأوا واحد يرمي على الثاني، مات رجال الله يرحمه، ومات الطفلة بريئة، ناس أبرياء قاعدين ما لهم علاقة، طبعا ذول اللي ماتوا قاعدين ببيوتهم، جتهم الرصاصات في شهر رمضان، في شهر رمضان وماتوا، وأصيب ثلاثة من أعضاء الفريقين بجروح متفاوتة. طبعا بعدين جت الشرطة وفضت الاشتباك، وبعدين تحول إلى خلاف عشائري بين عشائر القتلى والجرحى وعشائر من أطلقوا النار. وتحدث ضابط في شرطة مدينة الصدر بأن الشرطة تمكنت بصعوبة من السيطرة على الموقف، واعتقلت عددا ممن كانوا يحملون السلاح خلال المباراة، وتم إيقافهم على ذمة التحقيق. وأوضح الضابط للصحيفة العربية الجديد بأن الوضع لا يزال مرتبكا، لأن عشائر المجني عليهم تتوعد بالقصاص ممن تدخلت عشائرهم للدفاع عنهم. دفع قوات الشرطة إلى الانتشار بالمنطقة كما قال الضابط، من أجل أو لتلافيا لوقوع أي طارئ. وحاليا هناك وساطات بمشاركة قيادات أمنية تسعى لإقناع العشائر بالتوجه نحو الصلح بدلا من اللجوء إلى السلاح. هذه مسؤولية تقع في المقام الأول على المواطن، وبعدين تقع على القوات الأمنية. يعني أنت في شهر رمضان وفي زمن كورونا طالع تلعب طوبة، وطبعا الصور منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، لو تشوفون الأعداد الغفيرة يعني كأنه دا يلعب الريال وبرشلونة، ما احترامنا طبعا احنا، بالعكس كمباراة، مباراة كرة القدم يعني شيء جميل وحضاري، بس يتحول انه كل مرة بالعراق حتى الطوبة تتحول إلى عركة، ويروح بيها ناس أبرياء طفلة ورجال آمنين قاعدين فاطرين في شهر رمضان قاعدين ببيوتهم، تجيهم طلقات ويموتون. ليش والله؟ لأن والله الفريق الفلاني سجل على الفريق الثاني
وهذا ما رضى وصارت عركة وكل من جاب العشيرة مالته. هاي لو أكو دولة صحيحية وأكو وعي مواطنين ما يصير هذا الشيء. أولا إحنا في مثل ما قلنا في شهر رمضان المبارك، ثانيا عندنا إجراءات كورونا، المفروض ماكو هيش تجمعات، ماكو هيش جمهور وتجمعات لمباريات رياضية، وثالثا يعني أنتوا قاعدين تلعبون طوبة وبعدين تلعبون بالناس طوبة تذبحون الناس، يعني ما أدري. يعني المفروض إحنا هسه لو أكو قوات أمنية صحيح وأكو دولة تمنع كل هذه المظاهر إلى متى؟ يعني والله عيب. إذا أنت شو أقول لك، إذا أنت ما تخاف من رب العالمين استحي على نفسك، خلي نفسك في مكان هؤلاء الناس الأبرياء اللي راحت. يعني إذا أنت على أساس عندك روح رياضية وتتعارك على المود هدف ويتحول الأمر إلى معركة بالسلاح وبعدين يتحول إلى الأمر معركة بين العشائر وتروح بها ناس أبرياء، هذا ليس فقط يتحمل القوات الأمنية، لا، هذا في المقام الأول يتحمل المواطن، يتحمل المواطن وعي المواطن. لأن إذا أنت كنت حريص وكنت إنسان بمعنى الكلمة، يعني أوكي هي لعبة كرة قدم، يعني لعبة كرة قدم لو أنت راح تفوز له هو راح يفوز، ليش هذا التعصب وليش هذه العنصرية اللي كل مرة طبعا دائما تتحول هذه مباريات كرة القدم في العراق تتحول أحيانا إلى معارك، يعني نظرا لانفلات الأوضاع في تلك المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة وينتشر فيها السلاح. طبعا تحدث أحد الباحثين في الشأن الاجتماعي وهو عدنان الفراجي لصحيفة العربي الجديد حول هذه أو حول هذا الموضوع، قال بأن الملاعب الشعبية في بغداد كانت سببا في مشكلات عشائرية عدة وتسببت بسقوط ضحايا، ما يجعلها تشكل خطرا، حيث غيرت رسالة الرياضة من الرقي والأخلاق لتكون سببا في مشاكل وسقوط قتلى وجرحى. وقال بأنه على الحكومة إعادة النظر في تلك الملاعب والعمل على إبعادها عن المناطق السكنية تلافيا للمشاكل. اتقوا الله وعيب عليكم واستحوا وكافي عاد. إذا والله أنت تتعصب على جول، لا والله عم لا تلعب، ظل قاعد بالبيت وتفرج على التلفزيون أحسن لك. إذا أنت تجرب مشاكل وقتلة ومن ضمنهم طفلة بريئة، لا والله لا تلعب طوبة عمي، اقعد بالبيت أحسن لك، اقعد بالبيت. إذا أنت ما عندك هذه الروح الرياضية ما تتقبل هدف، لا تلعب رياضة ولا تسوي أي شيء، خليك قاعد بالبيت وما تضر الناس، يعني أنت دع تجلب الضرر لباقي الناس. والعشائر يعني إلى متى؟ يعني عيب، ما احترامنا لشيوخ العشائر، عيب على العقل في شهر رمضان وكل من شال سلاحه وطار حتى يسوي له معركة، هاي بشهر رمضان ما أدري. نعم، معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. دام فضلك استاذ عمر، اهلا وسهلا بك، مساء النور، يا اهلا بك، مبروك عليك الشهر وعلى القناه وعلى كادر وعلى امتنا العربيه. الله يتقبل. والله استاذ بالنسبه للتهجير اهل المناطق الغربيه، هو مشروع ايراني هذا ضخم لتدمير العراق، جرس السوء ايران. وهذا المشروع التدميري لم ينفي من العراق الا بوجود حكومه، والعراق مع الاسف لا يوجد حكومه حاليا، والحكومة لا يسيبها إلا الشعب. أما إذا الميليشيات فالميليشيات الطائفية هي تابعة لإيران وهي من تسبب الدمار، ولكن إذا الأمل كبير بثورة انقطع اتصال مع أبو فيصل من السعودية. خلونا نروح على موضوع آخر. وزارة الصحة في العراق تحاول إرجاع الأطباء العراقيين اللي بالخارج، يعني عندنا 72 بحسب بعض الإحصائيات، هناك أعداد أكثر طبعا، 72 ألف طبيب عراقي مهاجر، وهناك مساعي حكومية خجولة لإعالتهم، حيث تحاول وزارة الصحة في العراق إعالة الأطباء العراقيين الذين تركوا البلاد بعد العام 2003 بسبب الظروف الأمنية والتهديدات التي تعرضوا عليها على يد الميليشيات، وعبر تقديم الضمانات لهم. وأكد مسؤولون بأن عودة الأطباء مرهونة بتوفير الأمن والاحترام لهم كما جاء في تقرير صحفي. طبعا تقدر إحصاءات غير رسمية بأن أعداد الأطباء خارج البلاد
72 ألف طبيب، بس الأطباء، عدا الكوادر الطبية الأخرى، غالبيتهم من ذوي الكفاءات العالية والذين يعملون في مستشفيات عالمية، ويعاني العراق نقصا في الكوادر الطبية من ذوي الكفاءات، لا سيما مع انتشار جائحة كورونا وضعف النظام الصحي. وفقا لمسؤول في وزارة الصحة، فإن الوزارة تسعى لإطلاق برنامج جديد يهدف لإعادة الأطباء العراقيين المهاجرين، وقد أجرت اتصالات مع العديد منهم مطالبة إياهم بالعودة لحاجة البلاد لهم، مع توفير امتيازات كما قالت مهمة وتسهيل وتسهيلات للعودة. وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأن الوزارة تعهدت لأطباء بإعادتهم إلى دوائرهم التي كانوا فيها وتوفير أجواء عمل آمنة لهم، لا سيما بأن الظروف الأمنية الحالية أفضل من قبل كما يقول. شلون أفضل من قبل؟ يعني أنت ذولا طلعوا بسبب الميليشيات بعد العام 2003، وهذه الميليشيات اليوم صارت أكبر من الدولة، شون يرجعون؟ احنا نتمنى الأطباء يرجعون، الكفاءات العراقية كلها ترجع للبلد، لكن هل البيئة هل البيئة آمنة لهؤلاء؟ احنا نشوف بين فترة وأخرى، نشوف على منصات التواصل الاجتماعي كيف يهان الطبيب، كيف يضرب الطبيب من قبل ذوي المريض ومن قبل ميليشيات كذلك. شون يرجع 72 ألف قاعدوا برا وانهزوا من الوضع بسبب هذه الأحزاب وهذه الميليشيات اللي اليوم تتحكم بالبلد؟ طبعا نقيب الأطباء العراقيين جاسم العزاوي قال بأن عودة الأطباء المهاجرين تكون من خلال توفير الاحترام اللازم والأمان والعمل لهم، وأضاف بأن هناك مشاكل كبيرة في العراق تؤثر على عودة الأطباء، وأشار إلى أن عدد الأطباء الاستشاريين العراقيين في لندن وحدها بحدود 4000 طبيب غير الأطباء الجدد. بلندن 4000، في عموم بريطانيا المملكة المتحدة 60 ألف طبيب عراقي. يعني الجماعة الأحزاب الإسلامية عندنا بالعراق هججتهم بسبب تخلف هذه الميليشيات والأحزاب. 60 ألف بس ببريطانيا، وفي الدول الأوروبية الأخرى وأمريكا وأستراليا ودول الخليج هناك ما لا يقل عن 12 ألف طبيب في الوقت الذي يعاني فيه العراق من قلة الأطباء الاستشاريين. طبعا لم يخفي عدد من الأطباء المهاجرين رغبتهم بالعودة والعمل في العراق، لكنهم أكدوا عدم ثقتهم بالوعود الحكومية، واعتبروا بأن الحكومة غير قادرة على توفير الحماية والاحترام لهم. مثلا الدكتور باسم العبيدي، وهو أحد الأطباء المقيمين في العاصمة الأردنية عمان، أكد بأن وعود وزارة الصحة غير كافية لعودتنا إلى العراق، ولا نريد تعهدات مالية وغيرها، الكثير أجبر على ترك البلاد بسبب الميليشيات والعصابات والفصول العشائرية. وتابع بأنه لم نطالب أي تعهدات، لم نطلب أي تعهدات من وزارة الصحة عدا توفير الأمن والحماية القانونية لنا من الاعتداءات، وهذا سيكون كفيلا بعودتنا للبلاد. وأضاف: نعلم جيدا بأن هجرة الأطباء من العراق مستمرة حتى اللحظة، لا سيما بأنهم يتعرضون للاعتداء والضرب والتهجم داخل المستشفيات، ولا توجد أي حماية أو احترام لهم، ولا محاسبة قانونية للمعتدين عليهم. وأشار إلى أن الجماعات المسلحة المنفلتة هي الخطر الذي يمنع عودتنا. طبعا يشار إلى أنه تسجل بشكل مستمر حوادث الاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات في وقت لا توجد فيه أي حماية أمنية لهم خلال ممارسة عملهم وخارج العمل، وأجبر الكثير من الأطباء على الاعتماد على أنفسهم من خلال توفير كل منهم حماية شخصية نفسي خلال وجودهم بالعيادات الخاصة وحال خروجهم، في خطوة للحد من الاعتداءات وعمليات التهديد التي يتعرضون لها. حافظوا على الأطباء اللي موجودين حاليا، وبعدين طالبوا الآلاف المؤلفة من الأطباء في الخارج حتى يرجعون إلى العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.